السلام عليكم. أولاً I will just speak in Arabic first, then we will talk in English. نتكلم عربي الأول. شرفت احتفالنا اليوم بلونش لكوماتسو جريدرز 705-755. كلنا عارفين إنه النهاردة قطر تعتبر من أكثر البلاد في دول الخليج، أنا بعتبر كده بحكم الأرقام اللي موجودة النهاردة، growth في number of projects أو المشاريع اللي موجودة. طبعا كله ربنا يخلي لنا كأس العالم والإنفراستراكشر projects اللي موجودة النهاردة في قطر، وكلنا عارفين الفيجن بتاعت سمو الأمير شيخ تميم فيجن 2030 اللي كلنا النهاردة ماشيين وراها كشركات في قطر، سواء كانت مجموعة الجيدة أو أي شركة من الشركات النهاردة اللي موجودة في قطر، كلنا بنتبع الرؤية النهاردة بتاعت 2030. جريدرز من أهم المعدات اللي النهاردة بتستخدم في الطرق. وما أدراك ما هي الطرق في دوحة؟ كلنا النهاردة جينا متأخر، في ناس متأخرة، أنا شخصيا اتأخرت، كلنا بسبب الطرق، كلنا بنعاني من الترافيك، بنعاني من المرور. وعشان كده النهاردة كل المشاريع أو 75% من المشاريع اللي موجودة كلها مشاريع طرق. النهاردة كوماتسو بما إن هي عينيها على الشرق الأوسط وخصوصا قطر بالنمو اللي موجود في قطر، وادي لكم رقم صغير، المعدات اللي اتباعت في السوق القطري سنة 2014 كانت 1450 معدة تقيلة. سيبكم من الحاجات الصغيرة اللي هي الشولات الصغيرة والبوب كات والباكهو والكلام ده. 1450 معدة اتباعوا في السوق القطري السنة اللي فاتت. 2013 اتباع 650 معدة. يعني عدد المعدات اللي نزلت قطر السنة اللي فاتت ضعف عدد المعدات سنة 2013، متوقع السنة دي انها تبقى حوالي 1600 معدة. عشان كده احنا جبنا جريدرز النهاردة اللي هي اعلى تكنولوجي من كوماتسو. كوماتسو طول عمرها معروفة بالكواليتي والديورابيليتي اوف ذا ماشينز. كفاءة معدات كوماتسو النهاردة لا يختلف عليها اثنين، ولو حد حتى اتكلم مع نفسه لا يمكن يختلف عليها. كوماتسو ميدل ايست النهاردة بموقعها وبمكانتها اللي موجودة في الشرق الأوسط قدرت انها فعلا تلبي احتياجات كتير من المشاريع، وخاصة المشاريع في قطر. احنا الحمد لله كوماتسو ماركت ليدر في السوق القطري سنة 2014، وده بالأرقام مش بنقوله كده. الجريدرز النهاردة اللي احنا بنعمل لها لونش هي اوفيشال لونش النهاردة، لكن انا حابب اشكر شركتين ادولنا ثقتهم وادوا كوماتسو ثقتهم وادوا الجيدة للمعدات ثقتهم واشتروا جريدرز 755 705. طبعا اوريدي احنا باقيين منها كتير، لكن 755 كان نيو جريدرز، اول شركتين في قطر. انا اتشرف طبعا ان هم موجودين معانا برضو النهارده، اول شركتين يشتروا 755، شركه الجابر الهندسيه جابر انجينيرنج وشركه بوم كونستراكشن، وهم اسمين احنا نعتز بيهم طبعا جدا، وانا بشكرهم لثقتهم في كوماتسو جريدرز 755 وثقتهم في الجيدة للمعدات. مش هطول، انا بشكركم جدا طبعا على تشريفكم للحفل النهاردة، واتمنى ان احنا نقدر نرد لكم جزء من ثقتكم لينا كجيدة للمعدات وككوماتسو.